حج سعد السيد المسيح له المجد بجسده الممجد، فأين الآن هذا الجسد؟ في السماء طبعا. وهل سيأتي في مجده بهذا الجسد؟ أيوة طبعا، لأن بيقول في متى 24 وفي مرقس 13 إن هيأتي على السحاب، وكذلك في متى 16-27 وفي سفر الرؤيا وسيأتي على السحاب وستبصره كل عين. ما دام تبصره